وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وتراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع وتفجر، وطلع صبح وأسفر. عندما تمحو السعادة شقاء الأيام المريرة، وعندما يبني الجميع بيوت الطين ويفرشون بداخلها تلك الحصيرة، وعندما تسارع خطى الأطفال بقرب الأمل، نراهم وقد رسمت على وجوههم تلك البسمة الحالمة بغد أفضل. أهلا وسهلا يا من أتيتم دارنا، الفجر أبشر باسما بمدرستنا. فمرحبا أيها الضيوف الكرام، ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا، ومرحبا بالجميع ضيوفنا الأفاضل من مدراء ومعلمين وأولياء أمور الطلاب، وبالجميع نقول لكم نزلتم أهلا ووطئتم سهلا. والآن كلمة تلقيها الطالبة آمنة المبارك فلتتفضل مشكورة. كلمة الآن لآمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. أما بعد، رغم قسوة الأيام وصعوبة الظروف وسواد الليل الحالك، لاح ضوء من بعيد أعطانا أملا في الحياة من جديد. فنحن براعم مدرسة الإخلاص أبينا إلا أن نكمل طريقنا في العلم، فلو خيرون بين الحياة والعلم لاخترنا أن نموت على مقاعد الدراسة على أن نحيا دون علم، لأن العلم هو الشمعة التي تنور دروبنا وعقولنا. وكما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ونحن نشكر كل من ساهم ودعم مدرستنا ليساعدونا على إكمال الطريق إلى النهاية، ونخص بالشكر جميع المعلمين والمعلمات على جهدهم في تأمين راحتنا وسعادتنا. وكما قال الشاعر: طيران في الأجواء، تذكر طيران في أجواء ريف حماة الشمالي. وكما قال الشاعر: ومن المعلم وقته التبكيلة، كان المعلم أن يكون رسولا. وشكر خاص لجمعية مجلس دام الخامسة لدعمها وتكريمها لنا نحن المتفوقين، وجزاهم الله عنا كل خير وقدرهم على فعل الخير على مر الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الطالبة آمنة على هذه الكلمة الموجزة. والآن الكلمة مع مدير مكتب التعليم في المجلس المحلي الأستاذ مصطفى اليوسف، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبارك ونفخر بكوكبة جديدة من أبنائنا بتفوقهم في طلب العلم، وذلك نتاج طبيعي للتماسك الأسري المعروف عن أبناء هذه المدينة الصامدة، والاهتمام واهتمام أولياء أمورهم، فضلا عن جهود طلابنا الذاتية الذي يشهد لهم كل المعلمين بحسن الخلق والالتزام بكل معاييره. ولا أحد منا ينكر فضل المدرسين القائمين المتابعين للطلاب على زرع المعلومة في أفئدة طلابنا، متناسين الأخطار والأوضاع التي نعاني منها، ولم يسمعوا إلا صرير أقلامهم متحدين إجرام الحرب العالمية على أبناء وطننا. فصوت القلم أعلى من أصوات قذائفهم. حماكم الله يا بنات هذا الجيل، فأنتم تبنون به سورية حرة أبية، وكل عام وأنتم متفوقين. بارك الله فيكم وتقبل منكم جهودكم. بارك الله بالأستاذ مصطفى، الله يجزيك الخير. والآن كلمة مع أحد أولياء الأمور، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لمن دواعي سروري أن أقف اليوم مهنئا ومباركا نجاحكم وتفوقكم. وحقيقة أن أجل وأعظم نعم الله هو العلم. وأوجه تحية تقدير واحترام لطواقم الإدارة
والإدارة التعليمية بالمدرسة والمجاهدين بالقلب الذين يقومون بعملهم بكل إخلاص وأمانة. وأنا على ثقة أن مدرسة الإخلاص ستستمر بنهجها المتبين. وفي الختام نسأل الله العلي الكبير أن يوفقنا جميعا لتقديم ما هو أفضل من بارك الله بك. والآن الكلمة مع الأستاذ عبد الحليم الحمي فليتفضل مشكورا. بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا حقيقة بارك الله في طلابنا الذين استطاعوا أن يتفوقوا في مثل هذه الظروف. الأمر الثاني حقيقة ننادي بقية أولياء الأمور أن يهتموا بأولادهم أكثر من ذلك. عندنا طلاب متفوقون والحمد لله عز وجل في هذه الظروف، لكن بالمقابل عندنا طلاب آخرين أيضا يجب أن نهتم بهم أكثر من ذلك. الأمر الثالث إخواني للمكرمين ولأهل المكرمين وللمدرسين وللمدير ولغيرهم، عليك أن تكرم نفسك قبل أن يكرمك الآخرون. وأقول تكرم نفسك أولا بأن تكرم عقلك وقلبك وتفكيرك بأن تملأهما علما ومعرفة. أكرم قلبك وعقلك وتفكيرك بأن تملأهما علما ومعرفة. أما سمعت قول الله إذ يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أما سمعت قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ هذا التكريم الأول لنفسك. التكريم الثاني لنفسك بأن تزكيها، أن تزكيها بطاعة ربها وتبعدها عن معصية خالقها. أسى ما سمعت قول الله عز وجل لقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأمر الثالث عليك أن تجعل حياتك على التوازن، فتجعل سعيك الأول في حياتك لآخرتك، ولا تنس نصيبك من الدنيا بأن تسعى لها أيضا بما يخدم آخرتك. أما سمعت قول الله عز وجل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الأمر الرابع الذي تكرم به نفسك أن تحفظ ما آتاك الله سبحانه وتعالى من نعم، فتحفظ وقتك وتحفظ مالك وتحفظ بدنك وتحفظ علمك الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، فلا تبذلها جميعا إلا في أمر غال وعال حتى يصبح لك ثمرة عالية غالية. وأقول الخلاصة في ذلك إذا أردت أن يكرمك الله ثم الناس كذلك، فعليك أن تكرم نفسك بأن تحفظ عقلك وقلبك وبدنك وعمرك ومالك وعلمك. وقول الله عز وجل خير خلاصة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا أستاذ عبد الحليم. والآن لحظة التكريم، الطلاب المتفوقين من الصف الخامس حتى الصف العاشر. الطالب الأول خالد بدران القدور فليتفضل. الطالبة آلاء محمد آل محمد الصف الثامن المركز الأول. الطالبة سارة عبيد المركز الأول الصف التاسع. الطالبة مريم حسام اللبن الصف العاشر المركز الأول. الصف الأول الشعبي الأولى يزن محمد الغزال. الصف الأول محمد نور عامر المصطفى. الصف الأول حلا القدور.
يلا يا حبيبي تفضل يا حبيبي. الصف الاول الشعب الاولى بتول اللبن. الصف الاول الشعب الثاني المركز الاول عائشة الحموي. الطالب خالد معنا الرجب. استاذ عامر شوي 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 فارس عبد الرحمن الرجب. الطالب عمر الصغير. الطالب مصطفى مبارك. الطالب عوض الرجب. الطالبة سارة مروان البكور. الطالبة ولاء الرجب. الصف الثالث الطالب حذيفة رضوان رمضان. الطالب محمد حسان المحمد. الطالب أحمد علاء الدياب. الطالبة رأف اللبن. الطالبة حلا الدياب. الطالبة آمنة الدياب. الصف الرابع الطالب محمد يوسف البكور. الطالبة زينب دياب. الطالبة مرام الجمال. الطالبة مريم بازو. الطالبة خديجة خالد المرعي. الطالب محمد عبد الحميد الحموي. الطالب لؤي النعسان. الطالبة بيان الرجب. الطالب محمد أحمد الرجب. مصطفى مبارك. الطالب محمد أحمد الرجب. نشكر لمن حضر هذا الاحتفال ونخص الشكر لمجد الشام الخيرية ومؤسسة نعمل لغوث الإنسان لتقديمها الهدايا والمبالغ المالية، كما نخص بالشكر لمجد الشام الخيرية لما تقدمه لنا من دعم لوجستي وجوائز عينية للمدرسين والطلاب. ونشكر كل من حضر ونخص بالشكر الكاثر التربية الحرة بحضور الأستاذ مدير التربية الأستاذ أحمد العرعور، وجزاكم الله عنا كل خير.